بسم الله الرحمن الرحيم. استجابة لمسألة السجود السهو، طبعا اختلف العلماء رحمهم الله جل وعلا في مواضع سجود السهو على خلاف كبير جدا. الشافعية لهم كلام، وأبي حنيفة له كلام، والإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، لكن يعني الظاهر والغالب قالوا العلماء أن الصلاة إذا كانت عن نقص فالسجود قبل السلام، وإن كانت عن زيادة فالسجود بعد السلام. هذه المسألة يعني الأكثر في هذا القول. وهناك من أهل العلم يا إخوة من يقول خروجا من هذه الخلاف كلها سلم قبل السلام، عفوا اسجد قبل السلام، سجود السهو خروجا من هذه الخلافات كلها وهذه المسائل، اسجد سواء في زيادة أو في نقص أو في شك. أنا الآن شكيت صليت ثلاث ولا أربع، ماذا تفعل؟ تبني على اليقين، ويعني على الأقل نعم، يعني قلت أنا والله أربع ثلاث بس خلاص أقول على ثلاث وأكمل الرابعة، هنا شك ثم أسلم تسليمة أو عفوا أسجد سجود السهو. هذه قضية أو مسألة السجود للسهو ومواضع السجود كما طلب أبو عبد الله جزاه الله خير توضيح هذه المسألة. في قضية التورك، متى يتورك الإمام والمأموم؟ قالوا في الصلاة التي لها تشهدان، طبعا الصلوات كلها لها تشهدان. التورك أن تجلس على الورك، أي نعم، وتجعل الرجل اليمنى منصوبة واليسرى من تحتها ظاهرة، هذا التورك. متى؟ قالوا في صلاة الظهر لأنها بتشهدين، وصلاة العصر والمغرب، الصلاة اللي ما ليس فيها سنية التورك الفجر، الفجر أي تبقى أين، والجمعة صدقت تبقى الرجل اليسرى، يعني تجلس على الرجل اليسرى وتنصب الرجل اليمنى. أما التورك فهو في الصلوات التي لها تشهدان. ومتى يكون؟ في التشهد الأخير، التشهد الأخير. هذه مسألة التورك وهي سنة مهجورة عند كثير من الناس، حتى بعض الأئمة الآن نلاحظ عليهم في المساجد ما يفعل هذه السنة ولا يعني يحرص عليها، ونحن يعني يجب أن نفعل ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمعت للشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه فتوى في السجود،